نسمع رسالة الراجل تاني البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكر سيادتكم كلكم حضور المؤتمر، وشرف ليا ان اتكرم من سيادة الرئيس، ودي تاني مرة اتكرم من سيادتك. اتكرمت في 2013 من سيادتك، كنت حصلت على بطولة العالم في الصين، وده كان شرف ليا سيادتك. وحضرتك قلت لي كمل بطولات، وانا الحمد لله دخلت صاعقة وربنا كرمني ورحت سينا، وحصل لي اصابة في رجلي. طبعا حسيت ان الحياة وقفت، حسيت ان مستقبلي راح. ده طبيعي لما حصل لي باتري في رجلي بعد ما كنت بطل عالم يحصل لي حاجة زي كده. طبعا اول زيارة للسيد القائد العام، قال لي كل الناس اللي في الأوضة اطلعوا بره، وقال لي انت حياتك ما وقفتش. قلت له يا فندم انا كنت بطل عالم ودلوقتي اتصبت. قال لي وهتفضل بطل عالم ووعدني. انا وعدته والحمد لله، وانا في المستشفى عملت 12 عملية في رجلي ما أثرتش فيا، ولما قمت على رجلي وانا في المستشفى كنت بتمرن، ورحت مثلت مصر في السويد وانا في المستشفى في بطولة العالم للمراحة الرياضية، وربنا كرمني كسبت بطل اليابان وبطل امريكا، وكانت اول مرة ان انا اسافر بره مصر واحقق حاجة زي كده. رسالة بس للناس اللي هي بتسمع عن سينا بس، أحب أبلغ الناس الإنهاس والإرهاب، مش أنا بس اللي بتصاب، ناس كتير بتصاب، مش عارفين يعني إيه واحد يبقى جنبك ويستشهد، مش عارفين يعني إيه صاحبك قدام عينك يموت. طبعاً أنتوا مش حاسين دوت بتسمعوا عنه بس، لا الموضوع كبير، يا ريت ما نستهونش بيه. الناس اللي في سينا دي أنتوا مش حاسين بيهم، إن هم يناموا في وسط الجبل يصحى يلاقي الخيمة واقعة عليه. بأقل مجهود مننا بنلاقي خسائر وما بنقولش ان احنا وقفنا. بلغ رسالة للإرهاب انا ما تأثرتش وهكمل ان شاء الله، وزي ما انا واصحابي اللي هناك بعد ما انا اتصبت كل واحد فيهم كان يموت واحد ارهابي كان يبعت له صورتي يقول لي انا جبت لك حقك. طبعا انا حقي طبعا. احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم دوت، واشكر سيادته ان هو رقاني لرتبه ملازم اول. شكرا.